السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا هنا شدادي كاكول من كونغو. شيخنا، هل يجوز الرجل أن يقرأ دعاء الاستخارة، يعني بعد صلاة الاستخارة أن يقرأ دعاء الاستخارة في لغة المحلية، يعني لا يفهم أو لا يستطيع أن يقرأ دعاء الاستخارة في اللغة العربية؟ هل يجوز أن يقرأ في اللغة المحلية مثلا بالفرنسية أو بالسواحلية وغير ذلك؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما استمعنا لهذا السؤال من هذا السائل الكريم من الكونغو، فنقول إن من القواعد المقررة أن الأصل في خطاب الشرع العموم، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن وإذا ضاق الأمر اتسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فيكون على ذلك وعملا بكل هذه القواعد التي ذكرنا آنفا، فيكون الأمر هنا بالنسبة لتلاوة القرآن لابد أن تكون باللغة العربية في الصلاة وفي خارج الصلاة، وفي الصلاة لابد أن يتقن الفاتحة على الأقل باللغة العربية على الأقل، لأنها ركن في الصلاة كما هو قول جمهور العلماء وقول المحققين من أهل العلم. هذه واحد. الأمر الثاني أيضا الأشياء التي تكون في الصلاة كالتكبير وسمع الله ولمن حمده إلى غير ذلك، أيضا لابد أن يكون باللغة العربية. إذا ثم بعد ذلك إذا كان هناك دعاء فالأصل أن يكون باللغة العربية، إلا إذا ضاق عليه الأمر وشق عليه ولا يستطيع باللغة العربية، فهنا يدعو باللغة التي هي له، لقول النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فكما قال أهل العلم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر عاما ولم يقيده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم علينا أن نعلم أن مسألة الدعاء بغير اللغة العربية كرهها الأحناف، وقالوا يكره له أنه يعني يدعو بغير اللغة العربية، لأن عمر رضي الله عنه نهى عن رطانة الأعاجم، والرطانة بضم الراء المهملة هي الكلام بالأعجمية. وتعليل ذلك أن الدعاء بغير اللغة العربية خلاف الأولى، والكراهة هنا تنزيهية. وذهب المالكية رحمهم الله أنه يحرم الدعاء بغير العربية، كما نقل ذلك ابن عابدين في عن الإمام القرافي، لأنه قال ينافي التعظيم. والإمام اللقاني لما تكلم عن كلام الإمام القرافي قال الأعجمية المجهولة الدلالة، لأن تنافي جلال الربوبية. وأما الشافعية فصلوا في الأمر فقالوا الدعاء في الصلاة إما أن يكون مأثورا أو غير مأثور. إذا كان الدعاء مأثور فأصح الأقوال أنه يجوز بغير العربية للعاجز عنها، وهذا أيضا ذهب إليه الحنابلة. وأما القادر لابد أن يفعلها باللغة العربية، وإلا بطلت ماذا صلاته. والقول الثاني عند الشافعية يجوز لمن يحسن العربية وغيره، والثالث لا يجوز لواحد منهما، والأولى حقيقة هو القول الأول، أنه يجوز للعاجز وعدم القادر يجوز للعاجز وعدم القادر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم تخير من الدعاء أعجبه إليك. طيب، الإنسان اللي هو لا يحسن العربية ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولا شيء، طب ماذا يقول؟ يكفي أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند أبي داود لذلك الرجل الذي ما كان يحسن شيئا في من القرآن أبدا، ما كان يحسن شيئا من القرآن أبدا. فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام يعني علمه أنه يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن هذا عاجز تماما. الحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية، والله يعلم قصد الداعي ومراده.
وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات. وهذا القول اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين في فتاواه في المسجد الحرام، قال الفاتحة لابد باللغة العربية، القرآن باللغة العربية، الدعاء الأصل باللغة العربية، فإن عجز فإنه يدعو بلغته التي يعلمها وأيضا هذا هو الأقرب بإذن الله تبارك وتعالى. وعليه يجوز لهذا العاجز عن اللغة العربية أن يقول دعاء الاستخارة باللغة غير العربية التي هو يتقن، سواء كانت لغة إنجليزية أو فرنسية أو سواحلية. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين في ضيعة وفاتك، وارزقني بالرحمة يا رب العالمين. تم تحرير فلسطين في ليلة الاثنين من 7 خلونا من شوال العام 43 و400 ألف من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام. ونذكر بصيام 6 من شوال لحديث أبي أيوب عند مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهري. وعليه أن يبدأ بالقضاء لمن عليه قضاء من الرجال والنساء، ثم بعد ذلك يبدأ بالأداء، و6 من شوال كما هو اختيار اللجنة الدائمة والشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع.